أما بالنسبة للإخوة اليهود فأنا حابب أقول لهم لن نتراجع عن وعد بلفور. أنتوا دلوقتي ليكم جالية كبيرة أمورها تدار داخليا وذاتيا، محدش له عندها حاجة، بتدرسوا ولادكم في مدارسكم بلغاتكم، بقى ليكم مركز يهودي يحافظ على هويتكم ووجودكم على هذه الأرض. خد بالك بقى من الحتة اللي جاية دي، وجودكم على هذه الأرض يستند إلى حق تاريخي ماهوش منا من حد، بس في حدود الدولة الفلسطينية. بالنسبة للي جاي من أحداث، يعني الهجرات هتستمر؟ نعم هتستمر. أعداد اليهود هتزيد؟ نعم هتزيد، بس مش عايز الفلسطينيين يقلقوا، لأنه بريطانيا لن تسمح إنه الهجرات توصل لحد يبلعكم أو يخليكم مضطرين تسيبوا أرضكم لا سمح الله. الأعداد هتزيد حسب ما تسمح قدرة البلاد على الاستيعاب، وإحنا شايفين إنها ما زالت تسمح بالمزيد والمزيد والمزيد، فنساع بعضينا. الأوتوبيس فاضي ورا حضرات.